سيداتي وسادتي، طابت اوقاتكم بكل خير. تحياتي من هنا من احد اهم التحف المعماريه بالتاكيد والملاعب العالميه، ملعب دائما ما يشهد مواجهات كبيره وكبيره جدا. الفريق اللي عنده النفس الطويل، اللياقه البدنيه القويه الجيده، ربما فرصته اكبر في حسم المباراه. يسيطر على الكرة، يسيطر على الكرة، يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. تحرك سريع إلى الأمام، يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يحاول أن يلعب كرة بينية، يمر، يا إلهي، روعة روعة روعة، أجمل هدف نشاهد اليوم. لقد كان حاسما بعض الشيء، اتخذ قراره، حدد الاتجاه، وضع الكرة في الشباك. لعبة رائعة يا جماعة، الكرة اللي يلعبها تدرس. أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعله بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. الله على روعة الهدف. غير قادر على الاحتفاء بالكرة. بينية جميلة، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يا له من تفاهم جميل، يلعب كرة بينية. تحكم مذهل بالكرة، يمررها لها بشكل جيد. بينية تمر، دفاع يغلق كل المناطق، لا يسمح للخصم بالمرور في مباراة اليوم. يرفعها داخل ال 18، تسديدة رائعة، الكرة وهي في الهواء مثيرة للإعجاب. يتمكن الحارس من الكرة، تقول الحكمة من يضحك أخيرا يضحك كثيرا، فمن سيكون صاحب ربما الضحكة الأخيرة من الفريقين. ويمر، في كرة خطيرة إلى الأمام، يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. يسيطر على الكرة،
ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. كرة اجتازت الخط، حولت إلى ربيع التماس، وعرضية من جديد، لا تزال خطورة قائمة. ينطلق إلى الأمام بسرعة، يمررها له بشكل جيد. يسيطر على الكرة، يمررها له بشكل جيد. وهذه رمية جانبية، يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. تحكم مذهل بالكرة، يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يتسبب في خطأ، بطاقة صفراء، قرار سليم من الحكم. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. كرة تلعب على الجناح، يلعب كرة بينية، يسيطر على الكرة، إعاقة واضحة بصراحة، القرار عند الحكم. لعبة عرضية إلى داخل الـ18، يرتكب مخالفة واضحة جدا. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. تمريرة بينية جميلة وعرضية، يا إلهي، فعل كل شيء في هذه اللقطة لكن فشل في اللمسة الأخيرة. كرة عرضية خطيرة، يطير ليلعب الكرة الرأسية. دفاع رائع اليوم، يؤدي أداء كبير، يدافع بشكل جيد. حسب رأيي الشخصي أنهم يقدمون أيضا أداء جيد. شوف المهارة العالية، إلهي على إمكانيات عالية جدا. هكذا هكذا الكرة وإلا فلا. يلعب العرضية، فرص بالجملة ضاعت. هذا الأمر قد يجعلهم بعد ذلك يندمون على إضاعة كل هذه المجهودات وكل هذه الفرص. لن تكون اللمسة النهائية جيدة. يسيطر على الكرة،
تمريرة بينية جميلة. الآن فرصتهم للمرتدة وصلت إليه، يحاول تمريرها من بين المدافعين، كان أمام المرمى مباشرة. بصراحة كان عليه هو أن يسجل، أضاع فرصة سهلة للغاية. ينطلق إلى الأمام بسرعة، كرة مقطوعة بامتياز، يمررها له بشكل جيد. يسيطر على الكرة، يا له من تفاهم جميل. تدخل جميل، لا يوجد مجال للأخطاء في هذا الأداء الدفاعي الكبير. يلعب كرة للأمام، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها، بوم! يا إلهي، جول! صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم تسلل موجود. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء. تحرك سريع إلى الأمام، يلعب كرة إلى الوراء، لعبة في منتهى الروعة، كانت تستحق نهاية أفضل. تحكم جميل جدا، ولكن في الأخير كانت تنقص اللمسة الأخيرة. يسيطر على الكرة، يلعب كرة بينية، يمر، يتواصل اللاعب برمية التماس، يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة، يمررها له بشكل جيد. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، في كرة خطيرة إلى الأمام. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يسيطر على الكرة،
وصلت إليه. كرة عرضية وتمريرة عشوائية، لم تكن دقيقة هذه الكرة. يمد قدمه ويقطع الكرة، فرصة هجوم معاكس. يسيطر على الكرة، يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر، وتمرير الكرة إلى الأمام. بينية تمر، ينطلق إلى الأمام بسرعة، الكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، يا إلهي، جول! سجلوا هدف التعادل الرائع في وقت مميز مهم جدا، وأظهروا شخصية كبيرة. هل يمكنهم مواصلة هذا الأداء الكبير اللي قدموه في الدقائق القليلة الماضية؟ لنتابع معا. تسديدة على أعلى مستوى، يا له من عمل جماعي رائع من الفريق، بذل أفراد الكثير من المجهودات. كرة خطيرة إلى الأمام، يلعب كرة بينية، يرسل كرة من الخلف إلى الأمام. يمررها لها بشكل جيد، تحرك سريع إلى الأمام. أوه الله على التمريرة البينية، تدخل كان برعونة في توقيت سيء، وقرار سهل ربما أمام حكم المباراة. يلعبها داخل الـ18، يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. يحصلون بعد ذلك على ركنية. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. يلعب كرة داخل الصندوق، تمريرة بعيدة، كان بإمكانه تنفيذ الكرة بشكل أفضل. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. تكتل دفاعي كبير، صعب 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 المرور، فرصة للتسديد. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. أوه، لعبة على الطاير، كرة كانت رائعة، تعامل جميل مع الكرة، ولكن في الأخير يفشل في الوصول إلى الهدف. لمسة الأخيرة هي اللي كانت مشكلة، لم ينجح في استغلال الكرة.
يا لروعته، يستميت في الدفاع. يا له من تفاهم جميل. يسيطر على الكرة، يسيطر على الكرة. فهم الخدعة ببراعة وقطع الكرة. ينطلق إلى الأمام بسرعة. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة ورواتها. بوم، كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. كل شيء يظل وارد. عودتنا الكرة أنها مجنونة، لا تعرف مستحيل، لا تخضع للقوانين ولا للمعايير. يا سلام، مجهود رائع منه. يا له من تحرك جميل. أوه، كرة لا تمر. وهذه رمية جانبية، والعرضية ركنية. إذن تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر، والتمرير الكرة إلى الأمام. يمررها لها بشكل جيد. يا سلام، مجهود رائع منه. يا له من تحرك جميل. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر، والتمرير الكرة إلى الأمام. يا سلام، مجهود رائع منه. يا له من تحرك جميل. موجود إبعاد الكرة، تحكم مذهل بالكرة. حصلوا على رمية جانبية. تمريرة بينية جميلة. هذه ضربة رأسية. يا إلهي، مثل هذه الكرات اللي يمكن أن تقول عنها بوم. كانت هجمة جميلة باستثناء اللمسة الأخيرة. يا سلام، مجهود رائع منه. يا له من تحرك جميل. الله، ما أروعك، تمريرة في منتهى الروعة. وستكون هنا رمية تماس. تسديدة من بعيد. بالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة.
يلعب كرة لونج باس، يا سلام مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل، يا سلام مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل، يمررها له بشكل جيد، يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة، يتحرك لوحده، يهاجم، يسيطر على الكرة، وهذه رمية جانبية، يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة، كرة عرضية، ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية، تتحول إلى ركنية بعد ذلك، يلعب كرة داخل الصندوق، صافرة نهاية الشوط الأول، ها هي ركلة البداية للشوط الثاني من المباراة، قطع مسافة كبيرة بالكرة، أوه كرة جميلة، لعبة جميلة من كرة عرضية، يتسبب في خطأ، كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد، لعبة عرضية إلى داخل الـ18، وصلت إليه، يمررها له بشكل جيد، يمر وفرصة خطيرة، كرة خطيرة، ردة فعل أسرع من الجميع، قام بتسديد الكرة لكنه لم يكن محظوظا، ابحث عن الحظ يا صديقي، تأكيد أنه البعض يشعر بالحزن لضياع هذه الكرة، حصلوا على رمية جانبية، لعبة جميلة من كرة عرضية، فرصة للتسديد، شوف الشيء اللي فعله حارس المرمى، تعملق حارس مرمى كبير في هذه اللقطة بالذات، نجح في إغلاق الزاوية، فرصة كانت خطيرة لولا تألق الحارس، يرفعها داخل الـ18، حصلوا على ركنية، يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها، الله على هذا المجهود الكبير، على هذه المهارات العالية، لكن للأسف لم ينجح في استغلال كل ذلك، قام بعمل كبير انطلاقة بهذه الطريقة، ولكن كان ينقص اللمسة الأخيرة، يا سلام مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل، نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام، تسديدة تلعب الكرة جميلة، لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة، كرة في المرمى، جول، يا له من عمل جماعي رائع من الفريق، فينيشنج عالي جميل، إنهاء الكرة بلمسة متقنة وفي منتهى الروعة، you
يسيطر على الكرة، انطلاقة قوية لكن قابلها دفاع أقوى. أوه الله على التمريرة البينية. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. يمررها له بشكل جيد. في كرة خطيرة إلى الأمام. يسيطر على الكرة. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يلعب كرة داخل الصندوق. رمية جانبية إذن. يلعب تمريرة عرضية. يرسلها من الخلف. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. الكرة اجتازت الخط، حولت إلى رمية التماس. تمر الكرة البينية. يسيطر على الكرة. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. يسيطر على الكرة. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. لعبة عرضية إلى داخل ال 18. جهد رائع جدا رغم إمكانيات العالية، لكن بصراحة مع وجود هذا الضغط الكبير، هذا الكم المدافعين، لا يمكن له أن يمر. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. تسديده في اتجاه المرمى مع مزيد من الفرص الى الركنيه. تلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء. حلوه المحاوله بفدائيه كبيره لكنه فشل في استغلال الفرصه. لا يوجد شيء مضمون في عالم كره القدم. هل ينجح في المرور؟ نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام.
نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. بينية جميلة. يسيطر على الكرة. وصلت إليه. اللعب السريع شيء ضروري في هذا التوقيت بالذات. دفاع المنافس بكل تأكيد لن يسمح بمرور أحد. كرة اجتازت الخط حاولت إلى رمي التماس. المسألة ربما ليست في تغيير اللاعبين وإنما في إعادة الثقة لأنفسهم من أجل القدرة على تغيير مسار المباراة. يعرضها داخل منطقة الجزاء وبعد ذلك تتحول إلى كورنر. يلعبها داخل ال 18. يمررها لها بشكل جيد. بينية جميلة. تدخلات قوية من المدافعين. لوحدة بمجهود فردي تحرك. لعبة عرضية إلى داخل ال 18. يسيطر على الكرة. يمررها لها بشكل جيد. الآن الكرة إلى ضربة ركنية. يلعب كرة داخل الصندوق. كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. لا يوجد شيء مضمون في عالم كرة القدم. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. الله على هذا المجهود الكبير على هذه المهارات العالية لكن للأسف لم ينجح في استغلال كل ذلك. كانت هجمة جميلة باستثناء اللمسة الأخيرة. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمي التماس. المسألة ربما ليست في تغيير اللاعبين وإنما في إعادة الثقة لأنفسهم من أجل القدرة على تغيير مسار المباراة. ينجح في إبعادها عن مناطق الخطورة. الآن إمكانية المرتدة. يمر. هل احتسب ركلة جزاء؟ ماذا؟ ولم يتردد الحكم في اتخاذ القرار. ضربة جزاء. الحكم كان قريب ويخرج البطاقة الصفراء. الكرة في المرمى. الله على روعة الهدف. لحظة التسديد كانت تتطلب اتخاذ قرار وهذا ما فعله.
أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته نعم ويوقف الحكم. إذن البطاقة الصفراء. لديه فرصة ليلعب كرة عرضية، يلعب كرة بينية. يا إلهي، يا الكرة تصطدم في العارضة. محاولة جيدة لكن الهدف ضيع الفريق اللي كان قريب جدا من التسجيل. الارتياح كبير على حارس المرمى. يسيطر على الكرة. مهارة عالية لكنها لا تمر أمام هذا اللاعب. يمررها له بشكل جيد. يمررها له بشكل جيد. يسيطر على الكرة. مساحة خالية على الجانب. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها. تحرك جميل لكن التسديدة لم تكن بالدقة المطلوبة. لا مجال للأخطاء في مباراة اليوم. والكرة إلى الأمام. يسيطر على الكرة. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. عرضية داخل الثمنتاش، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. تدخل كان في توقيت رائع، نجح في إيقاف مرور الكرة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. قراءة ممتازة من الدفاع. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يحاول أن يلعب كرة بينية. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يسيطر على الكرة. تحكم مذهل بالكرة. والتسديد سهلة جدا عند حارس المرمى. فعل كل شيء في هذه اللقطة لكن فشل في اللمسة الأخيرة. إعاقة واضحة بصراحة، القرار عند الحكم. الله، كرة جميلة يستلمها اللاعب. يا لها من كرات ضاعت اليوم، غير محظوظ. ابحث عن الحظ في كل مكان يا صديقي. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة.
مجهود كان كبير من الخصم لكن الدفاع ينجح في قطع الكرة. يسيطر على الكرة. يسيطر على الكرة. يمر وفرصة خطيرة. يبحث عن التمرير عن الزميل. دفاع ينجح في بعد الكرة عن منطقة الخطر. يمررها له بشكل جيد. تمريرة بينية جميلة. فرصة خطيرة من لعبة جميلة جدا من الطرف. يحصل على الكرة بشكل جميل. يمررها له بشكل جيد. يحتسب الحكم ركلة حرة. يضع الحكم يده في جيبه من أجل إخراج بطاقة صفراء. يلعبها داخل الـ18. هجمة مرتدة الآن. تحرك سريع إلى الأمام. الكرة المعتادة. دفاع المتميز جدا. بينية جميلة. يقطع الكرة. كرة ملعوبة طويلة فوق الكل. يمررها له بشكل جيد. الله، كرة جميلة استلمها اللاعب. فهم الخدعة ببراعة وقطع الكرة. ينطلق إلى الأمام بسرعة. يمررها له بشكل جيد. يسيطر على الكرة. بينية جميلة. الله، ما أروعك. خذها على الطائر في منتهى الروعة. بوم. يهدر فرصة كانت سهلة في المتناول. تقريبا ضيع هدف محقق. الأداء بصراحة غير مقنع. يمكنهم أن يقدموا أداء أفضل. ربما مطالبين بشوية هدوء، شوية تركيز. الله، كرة جميلة استلمها اللاعب. ضربة مذهلة. الراية مرفوعة والهدف يلغى. سيشعر بالتأكيد بالحزن على إضاعة هذه الكرة. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. أوه، الله، التمريرة البينية. في كرة خطيرة إلى الأمام. يسيطر على الكرة. تمريرة بينية جميلة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. وها هي صافرة نهاية المباراة. فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة. على الرغم من صعوبة المباراة نجح الفريق في الانتقال.
يبدأ اللقاء الذي كان حديث الناس قبل إقامته بأيام في كل مكان. سننتظر وإياكم ما يمكن أن يحدث في مباراة مليئة بالإثارة ننتظرها هذا اليوم. الفكرة ذكية ولكن التمريرة لم تكن بالشكل المطلوب. يلعب كرة بينية. ركنية. يرفعها داخل 18. كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يمررها لها بشكل جيد. يعود بالكرة إلى الوراء لبناء اللعب من جديد. تمريرة لم تكن دقيقة بدون خطورة تذكر. يسيطر على الكرة. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يمررها لها بشكل جيد. اللعبة بعيدة وفي الأخير إلى رمية جانبية. يتم احتساب ركنية. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة ورواتها. يسيطر على الكرة. ركنية إذن. يرفعها داخل 18. يبحث عن المهاجم. لمسة بينية. يرتكب مخالفة واضحة جدا. الحكم شاهد كل شيء ويخرج الإنذار. كرة جميلة، فرصة للتسديد. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة ورواتها. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. رمية جانبية. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يمررها لها بشكل جيد. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. يسيطر على الكرة. ثم كرة عرضية.
أعتقد أنه اللاعب كان متقدم. نعم تسلل موجود، الكرة داخل منطقة الجزاء. تمريرة بينية جميلة. تمريرة. يمررها لها بشكل جيد. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. عرضية داخل منطقة الجزاء، يتدخل يبعد الكرة. يمررها لها بشكل جيد. يا له من تفاهم جميل، موجود في طريق الكرة، يستحوذ عليها بشكل جميل. تمريرة لم تكن دقيقة، بدون خطورة تذكر. يا إلهي، شوف المهارة العالية، شوف الكرة الحلوة، شوف اللمسة الجميلة. إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. لا تزال خطورة قائمة. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. لم يكن في الإمكان بأفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة، وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. كانوا بحاجة لاستغلال الفرصة في الوصول إلى المرمى. ربما الآن على الفريق المنافس الاحتفاء بأكثر في الكرة، محاولة إضاعة مزيد من الوقت، ويوقف الحكم. إذن البطاقة الصفراء. يحاول تمريرها من بين المدافعين. تحرك سريع إلى الأمام، يسيطر على الكرة. يتسبب في احتساب المخالفة. كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد. يلعبها داخل الـ18. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر، وتمرير الكرة إلى الأمام. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر، وتمرير الكرة إلى الأمام. ينطلق إلى الأمام بسرعة. ثم كرة عرضية، ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة. يحصل على الكرة بشكل جميل.
يسيطر على الكرة. في كرة خطيرة إلى الأمام، إمكانية مرتدة الآن. كرة ملعوبة طويلة فوق الكل. أوه الله، على التمريرة البينية. الكرة في المرمى، جول. ينجح في تسجيل الهدف الأول في المباراة، أصبحت 1-0. ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. يمر ولا يزال عنده فرصة خطيرة، ينقذها الحارس. يا سلام، لا يوجد شيء مضمون في عالم كرة القدم. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. تدخل كان برعونة في توقيت سيء، وقرار سهل ربما أمام حكم المباراة. يلعب كرة داخل الصندوق، وتتحول الكرة إلى ضربة مرمى. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، لعبة عرضية إلى داخل الـ18. يحاول يسدد. اليوم يقوم بواجبه الدفاعي، يضرب المثل في الإصرار في الالتزام. إشارة موجودة وتسلل. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يلعب كرة بينية، كرة خطيرة. هذه فرصة خطيرة جدا وضاعت بعد مجهود كبير، للأسف أنه فشل في استغلال هذه الكرة. يمررها لها بشكل جيد. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل.
كرة طويلة إلى الأمام. رمية جانبية. يلعبها داخل ال 18. يا له من تفاهم جميل. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. وعرضية من جديد، محاولة جميلة من أجل تسديد الكرة وهي في الهواء. كان مندفع أكثر من اللازم، في الأخير أهدرها. يا سلام، مجهود رائع منا، يا له من تحرك جميل. تمريرة يمررها له بشكل جيد، ويستمر في انطلاقته في محاولته. يمررها له بشكل جيد إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس، ويلعب كرة عرضية. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لازالت خطيرة. هجمة مرتدة الآن. يسيطر على الكرة، يمد قدمه ويقطع الكرة. يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، وصلت إليه. يسيطر على الكرة ويمر. يا سلام، مجهود رائع منا، يا له من تحرك جميل، تحكم مذهل بالكرة. بينية جميلة الآن، إمكانية المرتدة. يسيطر على الكرة. يا سلام، مجهود رائع منا، يا له من تحرك جميل. يسيطر على الكرة. يا له من تفاهم جميل. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. نقل كرة جيد، لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية.
نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر والتمرير الكرة إلى الأمام. يسيطر على الكرة، تحرك سريع إلى الأمام، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة ورواتها، سهلة جدا عند حارس المرمى. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. يبحث عن حلول، والتسديد، حصلوا على رمية جانبية. يرفعها داخل ال 18، لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا. يبحث عن حلول، يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة، يسيطر على الكرة، تدخلات قوية من المدافعين، يسيطر على الكرة، يمررها لها بشكل جيد. يا لروعته، يستميت في الدفاع، يلعب كرة بينية، يتم احتساب ركلية، رمية جانبية، لعبة بعيدة وفي الأخير إلى رمية جانبية. عرضية داخل ال 18. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، يا لها من كرات ضاعت اليوم، غير محظوظ. ابحث عن الحظ في كل مكان يا صديقي، في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. يسيطر على الكرة، اللعب السريع شيء ضروري في هذا التوقيت بالذات، دفاع المنافس بكل تأكيد لن يسمح بمرور أحد. يلعب كرة بينية، وأجمل بينية، كرة رأسية، يا إلهي، مثل هذه الكرات هي اللي يمكن أن تقول عنها بوم. كان عليها أن يسجل، وها هي نهاية الشوط الأول.
ها هي ركلة البداية للشوط الثاني من المباراة. يمررها له بشكل جيد في كرة خطيرة إلى الأمام، تحكم مذهل بالكرة، يسيطر على الكرة. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. مهارة عالية لكنها لا تمر أمام هذا اللاعب. ينطلق إلى الأمام بسرعة. يحاول أن يمر، يحاول أن يخترق من منتصف الملعب. فرص بالجملة ضاعت. هذا الأمر قد يجعلهم بعد ذلك يندمون على إضاعة كل هذه المجهودات وكل هذه الفرص. بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمال. نتوقع عدة مشاعر متفاوتة، الفرح، الحزن، الأمل، اليأس. لم ينجح في استغلالها، في تحويلها داخل المرمى. اللمسة الأخيرة هي اللي كانت مشكلة، لم ينجح في استغلال الكرة. يسيطر على الكرة، يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. إمكانية مرتدة الآن. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. وهذه رمية جانبية، كرة عرضية، كرة رأسية خطيرة، ولكنه كان متسللا. تعامل مع الموقف ببراعة كبيرة، إلا أن اللمسة الأخيرة لم تكن ناجحة. تحكم مذهل بالكرة. الله ما أروعك، تمريرة في منتهى الروعة. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يمر، وفرصة خطيرة. الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. في كرة خطيرة إلى الأمام، وصلت إليه. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. يسيطر على الكرة، تحرك سريع إلى الأمام. يسيطر على الكرة، كرة مقطوعة بامتياز. تسلل واضح في هذه اللقطة. يا سلام، مجهود رائع منا، يا له من تحرك جميل. نقل كرة جيد، لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام.
والعرضية يسيطر على الكرة، كرة رأسية خطيرة، يتمكن الحارس من الكرة، يسيطر على الكرة، نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. بينية جميلة، لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، يلعب كرة داخل الصندوق، يمر ولا يزال عنده فرصة خطيرة، ويعود بالكرة إلى الوراء. هذه ضربة رأسية، نجح في مباغتة خط الدفاع، لكن هذا الأمر لم يكن كافيا من أجل أن يسجل. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، هذه الأشياء نحب مشاهدتها، هذه الكرة نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. يمررها لها بشكل جيد مع مزيد من الفرص إلى الركنية، على الطاير، الله، لكنها لا تصل إلى المرمى، يا له من سوء حظ. يلعب كرة بينية، يلعب كرة داخل الصندوق، الله، كرة في منتهى الروعة، بأجمل صورة أمامنا في هذا اللقاء. الأمر في غاية الصعوبة بالنسبة لي، ضغط الواقع عليه كبير جدا بالتأكيد، ويبقى السؤال هل بإمكانه أن يتحمل مسؤولية، أن يتحمل كل هذا الضغط؟ خطأ يكلف الكثير، يا إلهي، ينطلق إلى الأمام بسرعة، اليوم يقوم بواجب دفاعي كبير جدا، سهلة جدا عند حارس المرمى، تعود مرة ثانية، كرة خطيرة، تسديدة رائعة، الكرة في المرمى، جول.
قام بعمل رائع، السيطرة على الكرة بهذه الطريقة. لحظة التسديد كانت تتطلب اتخاذ قرار، وهذا ما فعله. تسديدة غير عادية، كرة بسرعة، وبعد ذلك هدف في منتهى الروعة. باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. اوه الله، التمريرة البينية، تكتل دفاعي كبير، صعب 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 المرور. الآن فرصتهم للمرتدة، يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة، يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة، يحاول أن يلعب كرة بينية. تحرك سريع إلى الأمام، يا إلهي، الكرة تصطدم في القائم، يا له من سوء حظ. يا إلهي، عند مساحة خالية على الطرف، تمريرة بينية جميلة، كرة ملعوبة طويلة فوق الكل. وصلت إليه، يقطع الكرة، تمر الكرة البينية بهذه السرعة، لا يمكن اللحاق به، المدافعين يتعبون في مطاردة هذا اللاعب. عرضية داخل منطقة الجزاء، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة، تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، يتمكن الحارس من الكرة، كانت هجمة جميلة باستثناء اللمسة الأخيرة. يسيطر على الكرة، نقل كرة جيد، لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. نقل كرة جيد، لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. دفاع يغلق كل المناطق، لا يسمح للخصم بالمرور في مباراة اليوم. يا سلام، مجهود رائع منا، يا له من تحرك جميل. نقل كرة جيد، لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. كرة بالعرض، يقع في تسلل،
ينطلق نحو المرمى وحده تقريبا بدون مسانده حقيقيه من زملائه. غير قادر على الاحتفاء بالكره. ينطلق بنجاح يسيطر على الكره. يا له من تفاهم جميل. وصلت إليه. مجهود كان كبير من الخصم لكن الدفاع ينجح في قطع الكرة. يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. اوه الله على التمريره البينيه. ربما لو مرت لكانت خطيره. دفاع رائع اليوم. يبحث عن التمرير عن الزميل. يحاول تمريرها من بين المدافعين. لم تمر التمريرة. ضاعت الهجمة. تقدم جميل هنا. يا لروعته. يستميت في الدفاع. كرة على الجانب. يا سلام مجهود رائع منه. يا له من تحرك جميل. تحرك سريع إلى الأمام. يمررها له بشكل جيد. تكتل دفاعي كبير. صعب 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 المرور. فرصة هجوم معاكس. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. كرة بالعرض. ينطلق إلى الأمام بسرعة. يا سلام مجهود رائع منه. يا له من تحرك جميل. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. انطلاقة قوية لكن قابلها دفاع أقوى. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. في كرة خطيرة إلى الأمام. يا له من تفاهم جميل. تحكم مذهل بالكرة. تقدم إلى الأمام. يرتكب مخالفة واضحة جدا.
لعبة عرضية إلى داخل ال 18. لا تزال خطورة قائمة. يا سلام، مجهود رائع منا، يا له من تحرك جميل. تمريرة بينية، يلعب كرة داخل الصندوق. الله على هذا المجهود الكبير، على هذه المهارات العالية، لكن للأسف لم ينجح في استغلال كل ذلك. حلوة المحاولة بفدائية كبيرة لكنه فشل في استغلال الفرصة. يلعبها داخل ال 18. يحصل على الكرة بشكل جميل. تمريرة. تمريرة. تحرك سريع إلى الأمام. الآن إمكانية المرتدة. في كرة خطيرة إلى الأمام. يسيطر على الكرة. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. تمر الكرة البينية. مجهود كان كبير من الخصم لكن الدفاع ينجح في قطع الكرة. الآن فرصتهم للمرتدة. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. كرة عرضية. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. يلعب تمريرة عرضية. الكرة في المرمى، جول. شوفوا الثقة التي يمتلكها، المهارة العالية اللي يمتلكها أمام المدافعين، تعامل مع الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء. الله على روعة الهدف. إنها صافرة النهاية، إذا تنتهي المباراة. مباراة كبيرة مثيرة جدا، حسمها في الأخير الفريق